السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ عام 2014 تبنت الدولة المصرية مبادئ العدالة في سياستها الاجتماعية والاقتصادية وإقرار مبادئ حقوق الإنسان وعدم ترك أي فئة من الفئات أو منطقة جغرافية دون تنمية وسد الفجوة التنموية. مثل المحور الإنسان في قلب الدولة المصرية وعلى رأس أولوياتها، كما نرى حاليا في برنامج تطوير القرى المصرية حياة كريمة، فهي مسيرة إصلاح وإعادة بناء. بناء الدولة لا يتجزأ عن بناء الإنسان، فهما كل متصل ببعضه البعض. يمكن وزارة التضامن الاجتماعي في هذه الفترة بتركز تماما على الاستثمار في الإنسان، والحقيقة احنا بنشتغل على الفرد والأسرة والمجتمع في آن واحد، لأن كل منظومة بتتصل مع بعضها البعض. في كلامنا عن الاستثمار يمكن احنا بنخص الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا للتنمية، بنديها اهتمام خاص، ومنها سكان المناطق المدورة اللي بنتكلم عليها النهارده،